السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هيكون بمثابة تكملة أو تطوير للعبة اللي احنا عملناها في الفيديو السابق. اللعبة اللي احنا عملناها في الفيديو السابق كانت عبارة عن لعبة معتمدة على سرعة البديهة، 6 ليدات عندي بينور منهم عشوائي، والمطلوب مني إن أنا أضغط على المفتاح المقابل للليد. طيب دي فكرة. طيب هل الهاردوير بتاعنا ده نقدر نستخدمه في لعبة تانية؟ احنا هنعمل لعبة تانية معتمدة على الذاكرة، يعني هينور لي ليد عشوائي وبعد كده يرجع يطفيه، وبعد كده يرجع ينور ليد عشوائي تاني ويرجع يطفيه، وبعد كده وهكذا، هيكرر العملية دي لعدد معين من المرات، والمطلوب مني ان انا بعد ما يخلص عملية التكرار بتاعته اتذكر هو كان انهي ليدات منورها وادوس على المفاتيح المقابلة ليها. فانا هنا مش هغير اي حاجة في الـ variables بتاعتي، ممكن بس هخلي بدل السكور ده هسميه مثلا اسم تاني علشان يكون اسهل بالنسبة لي واكثر ومفهوم اكتر. هقول مثلا lid underscore value، متغير اسمه lid value، تمام، وبدل السكور هاخد المتغير بتاع lid value هضيفه هنا control v. طيب والمطلوب مني ان انا عايز اربط lid value بالراندم، فهقول له ايه؟ هقول له هات الليد فاليو دي، وكل مرة بتعمل العملية بتاعتك دي ضيف لي عليها قيمة الراندم. يعني الليد فاليو في البداية بتساوي صفر، بعد كده هو هيختار رقم عشوائي للراندم، تمام، فأنا عايز الرقم العشوائي ده يتضاف على الليد فاليو، تمام، وبعد كده عايزه يرجع تاني ان هو كان 2000، يرجع ديلي هخلي له مثلا دي مثلا 1000، واخلي ان اللو يطفي هحدد له مدة، هقول له بروسي 1000. طيب والكلام ده كله هشيله من الفويد لوب خالص. طب ليه؟ لان انا مش عايزه يتكرر لما لا نهايه، مش عايزه يتكرر على طول، لا انا عايزه يتكرر لمده معينه، فاعمل له فويد ثانيه، اعمل له اسف لوب ثانيه داخل الفويد سيت اب، ترول فيه هقول له هنا فور انت اكس بيساوي صفر، والاكس كررها لي لثلاث مرات اكس بلس بلس. يعني هو هيعمل ايه؟ هيكرر لي العملية بتاعت الاختيار العشوائي، والعملية بتاعت ان هو بيخلي الاختيار العشوائي ده هاي، وبعد كده واضافة القيمة بتاعت الراندوم للليد فاليو، هيكرر العملية دي 3 مرات، تمام، فهيكون عندي القيمة بتاعت الليد فاليو النهائية مثلا ان هو 8، بعد كده رجع داس على نور لي عشوائي 11، ف 8 زائد 11 19، بعد كده ضاف لي عشوائي تاني مثلا 13، فبقت كام؟ 19 زائد 13 بتديني 9 و3 يبقى 22، تمام. فالمطلوب مني ان انا اوصل القيمه بتاعت البوت فاليو دي ل 32 من خلال الدوسات، القيمه اللي بتطلع لي على البوتونز المفروض ان انا اوصلها ل 32 من خلال الدوسات. فاعمل ايه؟ هغير هنا بقى، هقول له بدل ما بتخليها لي بتساوي 8، لا ضيف لي 8، ضيف لي 9، ضيف لي 10، ضيف لي 11، ضيف لي 12، ضيف لي 13، ضيف لي 0، لو مفيش خالص ضيف لي 0. طيب وهنيجي هنا بقى، مش هنساوي الراندوم بتاعنا بالبوت فاليو، لا هنعمل حاجة تانية، هنساوي الليد فاليو، هنقول له لو الليد فاليو بتساوي البوتون فاليو، مش خلي لي بقى السكور بيساوي 1 بلس بلس، لا، ان انا دلوقتي شلت اصلا المتغير بتاع السكور، هقول له برنت لاين القيمة بتاع، اقول له مثلا برنت لاين
يو وين، يو وين. سيريال دوت برنت لاين يو وين. وانا برضو علشان اشوف التغيرات بتاعتي هاجي هنا هقول له مع الدوسات بتاعتي يعرض لي القيمة بتاعت البوت فاليو. هقول له سيريال دوت برنت لاين قيمة بتاعت البوت فاليو سي في. طبعا الكلام ده يفضل ان انت تعمله في شكل ميثودز، بس احنا لسه ما خدناش الميثودز لان كده اصبح الكود طويل جدا. طبعا كل ما الكود بيكون اطول كل ما بيكون في فرصه اعلى ان يكون في اخطاء كتير. هنا نستارت سيميوليشن. نور لي دي الاول وبعد كده رجع طفاها ونورها تاني وبعد كده راح منور دي، يعني هنا دي نورت مرتين وبعد كده دي نورت مره. طب المقابل ليهم بقى مره مره مره. تمام، يو وين، شكرا ليكم.